معلش انه جالي خبر مهم. استاذ محمد ابو العنين كمان بيساند، مش يساند بالعكس، وقع بروتوكول مع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول لصالح ابناء شهداء، لصالح ابناء شهداء من القوات المسلحه والشرطه. يتحمل الاستاذ محمد ابو العنين تكاليف 100 منحه تعليميه لابناء الشهداء من القوات المسلحه والشرطه. وقع مساء اليوم زي ما قدام حضراتكم السيد احمد ابو الغيط الامين العام للجامعه العربيه، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، وايضا الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه، والسفير حسام زكي الامين العام المساعد للجامعه العربيه. استاذ محمد ابو العنين وقع بروتوكول النهارده بمنحه ل 100 من ابناء اسر شهداء، منحة تعليمية لأبناء أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، واللي هيتحمل التكاليف كاملة. وزي ما قال الأستاذ محمد أبو العنين النهاردة إنه التضحيات اللي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب ومواجهة أهل الشر لا يمكن أن تذهب سدى، وأن واجبنا الوطني أن نقدم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وكذلك تقديم الرعاية للمصابين. وكلنا نرى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم في كل مناسبة لإحياء ذكرى الشهداء وتكريم الأسر. أضاف أبو العنين: من واجبي كمواطن مصري قبل أن أكون رجل صناعة أن أقدم لهم كل الدعم والرعاية، وأؤكد لهم أن تضحية الأبطال هي تاج على رؤوس كل المصريين، وأن مثل هذه المنح التعليمية هي أقل واجب يمكن أن يقدم لأسر شهداء الجيش والشرطة. وأنا بشكر الأستاذ محمد أبو العنين كمان للمرة الثانية الأسبوع اللي فات في جامعة النيل منح أيضا، والنهاردة نتكلم على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 100 منحة لأسر أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة يتحملها كاملة. أستاذ محمد أبو العنين بشكرك شكرا جزيلا على هذا التكريم الكبير، لأن أسر شهدائنا وشهدائنا وولادهم كمان يستحقوا هذا التكريم وهذا التقدير أيضا من واحد من رجال الصناعة، وإحنا بنتكلم في حلقة عن رجال الصناعة. والحقيقة إحنا كمان بنشكره معاك، لأن طبعا المفروض أن هو وجهة مشرفة للصناعة، وخيرا أشار أن هو رجل صناعة ما قالش رجل أعمال، هو رجل صناعة فعلا وبحق. وأعتقد مؤسسة أبو العنين بتقوم بأشياء كثيرة جدا، ولكن هذه الخطوة مهمة جدا، احنا بنحييه مع حضرتك على هذه الخطوة المهمة والهامة في هذا الوقت من عمر الوطن. بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل نتكلم على فرنسا، ما يجري في فرنسا. فرنسا بقى لها كام يوم كده، وامبارح بالذات الدنيا هناك زي ما قلنا السبت الكبير او السبت الاسود زي ما اطلقوا عليه في فرنسا. ايه اللي حصل فرنسا بعيون مصريه ولكن يعني فرنسيه اكثر؟ الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات السياسيه والدوليه، واللي هو كان ايضا مراسل للاهرام عده حوالي 15 عاما، عارف يعني ايه الشأن الفرنسي، عشان كده حد متخصص هيقدر يحكي لنا ماذا يجري في فرنسا بعد الفاصل.